الله العظيم عطوفة راعي الحفل الدكتور أحمد رقيبات رئيس كتلة قائمة الإنقاذ الوطني المحترم، أصحاب العطوفة الشيوخ الوجهاء السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ومع كلمة ترحيبية ومرشح قائمة الوطن والسيد حمزة البلاوي أبو محمود فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نتشرف اليوم باستقبال الأخ الدكتور أحمد القيبات رئيس كتلة الإنقاذ وأصحاب السعادة والعطوفة والحضور الأكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العظيم. من فكر القيادة الهاشمية الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك المحبوب ملك القلوب أبا الحسين حفظه الله ورعاه، نستمد عزيمتنا ونسلك طريقنا وصولا إلى بر الأمان. إخوتي، أهلي، أصدقائي، أنتم الأغلبية الصامتة التي أراهن عليها وأراهن بها لنبني أردننا الحديث. يعيش جلالة الملك المعظم. في صوت. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يحيى الأردن. إخوتي، أهلي، أصدقائي، أنتم الأغلبية الصامتة التي أراهن عليها وأراهن بها لنبني أردننا الحديث المزدهر ونصور من الأقلية الفاسدة التي عبثت بمقدرات هذا البلد، ولن نلتفت إلى الذين يصطادون بالماء العكر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والعناية والرعاية الهاشمية الحكيمة سوف نكون كالبنيان المرصوص وصولا إلى قبة البرلمان، وسنكون في قلب العرس الوطني، ولسنا متفرجين بإذن الله. وأخيرا، أن يتقدم ما يزيد عن 1500 مرشح لانتخابات المجلس النيابي الجديد، دليل على أن رهان سيد البلاد كان في محله وبرؤية ثاقبة على أن رغبة الأردنيين في الإصلاح ضمن المؤسسات الأردنية وفي مقدمتها البرلمان. وأخيرا، لن أطيل عليكم وسأترك المجال لرئيس الكتلة سعادة الدكتور أحمد القيبات ليتحدث إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمرشح حمزة البلاون على هذه الكلمة. من جنوب عمان إلى عاصمتنا الأردنية هيوم، ومن أقصى الشمال متدرجا بمدنها وقراها نادوه لأنهم صدقوك فأحبوك، وعلى هذه الأرض التي نقف عليها زكوك ونجحوك. وسألني شيحها وجيصومها وحتى ماء عيونها من هذا الفتى، فقلت لها إنه الدكتور أحمد أرقيبات من أهل الفزعة والنخوة والشجاعة والحمية، في ثياب العز يمشي واثقا أردنيا من ديار أردنية. ومع الدكتور أحمد أرقيبات رئيس قائمة
الإنقاذ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأهل والأحبة في لواء الأغوار الشمالية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اسمحوا لي أن أتحدث إليكم كواحدا، لا بل واحدا منكم. أنا ابن الفلاح السحماني الذي تربى على الفلاحة والحصاد، وبفضل الله تعالى وبرضا الوالدين توفقنا حتى أصبحنا بوضع كما ترون اليوم. ولكن كل هذا وتلك المدرسة التي نعتبرها هي الأساس، التربية الوطنية. فلذلك أبدأ حديثي عن التربية الوطنية التي غابت منذ استشهاد وصف التل رحمه الله. ونحن اليوم إياكم نخوض في نهر عاجزين على أن نتجاوز شطيه، رغم أنه لا يتجاوز المترات. أعني بذلك أن الفاسدين والمتنفذين والحاقدين على هذا البلد نهبوا مقتدراته، ولم يبقوا فيه إلا مواطنيه في عوز وفي بطالة وفي فقر، وذهبوا هم يعيشون في القصور. إن بقوا في عمان فستجدوهم بديل إخبار وعبدون ودبوب، ومن منهم رحل فهو في واشنطن وباريس وبرلين ولندن. هذه حالنا اليوم، هل نقبل أن نستمر على هذا؟ لقد جاءت هذه البشرى وهي الانتخابات النيابية القادمة للمجلس البرلماني 17، آملين أن يكون هذا المجلس متميزا عن المجالس التي سلفت، وآملين أن يفرز أو يمنح الثقة لحكومة تختلف عن الحكومات التي رحلت. إنما نحن فيه اليوم هو سببه الرئيسي غياب التربية الوطنية والمؤسسية التي تبدأ بفصل السلطات، وغياب الرقابة الحقيقية عن إيداع الحكومات. فلذلك علينا جميعا أن نقف وقفة جادة أمام الانتخابات القادمة، وأن لا نختار إلا الأفضل والأقدر على حمل أمانة هذا الشعب إلى تحت القبة. لقد جاء تشكيل قائمة الإنقاذ بناء على معطيات نعيشها جميعا، وهي الفقر والبطالة والعوز وغياب المؤسسية وغياب دولة القانون. فلذلك لا بد أن نبدأ في بناء الأردن الحديث من خلال المجلس القادم بهمتكم وبعزيمتكم. أقسم بالله العظيم أيها الأهل والأحبة، إنني قادر على أن أوزن هؤلاء الرموز والزمر أكثر مما يملكون من مال، ولكن لن أقبل لنفسي أن أعرض على مواطن لكي ينتخبني ولكي أصبح نائبا من خلال مال فاسد. فأريد منكم جميعا أن نكون جميعنا حريصون نحارب هذه الظاهرة،
وأقولها بكل جرأة، إن هذه الظاهرة انتشرت في جميع ربوع الوطن ودخلت جميع البيوت، فمن يبيع صوته بخمسين ديناراً سيدفع الثمن غالياً، وقد يفقد الوطن إذا وصل هؤلاء الفاسدون إلى تحت القبة. فأملي بكم جميعاً أن تكونوا معنا في محاربة هذه الظاهرة، وأن لا تمنحوا صوتكم إلا لمن يستحق، كما جاء تشكيل هذه القائمة بسبب آخر، وهو عندما بدأ تشكيل القوائم ونظرت من تلك القوائم يمثل شمال هذا الوطن، فلم أجد قائمة يرأسها واحد من أبناء محافظات الشمال. لست عنصرياً، ولكنني في الانتخابات سأكون إربدياً. لأن محافظات الشمال تمثل ثلث سكان المملكة، وعمان تمثل الثلث الثاني، وباقي المحافظات تمثل الثلث الثالث، فلماذا لا يكون 20 قائمة من الشمال ويرأسوها أبناء الشمال؟ هل العلة فينا أم في غيرنا؟ أنا كأحمد رقيبان كابن الشمال لن أقبل إلا أن أكون رقماً واحد في القوائم الوطنية. لا أريد أن أتحدث إليكم عن اختيارنا لحمز البلاونة، لقد تعرفنا عليه منذ فترة وجيزة جداً، ومن خلال شرفاء أبناء هذا الوطن الذين خدموا في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وبعد أن تعرفنا عليه وجدناه من خيرة الخيرة، والله إنه أطهر من كثيراً ممن سكنوا وجلسوا تحت القبة، والله إنه أشرف من كثيراً من المسؤولين في الحكومات الرحالة، والله إنه مندفعاً لخدمة الوطن وكأنه ما زال يخدم في القوات المسلحة. فلماذا لا نفتخر به؟ فلماذا لا يكون معنا في قائمة الإنقاذ؟ نحن نفتخر بك يا حمزة البلاونة، ونعتز بأمثالك. لا أريد أن أطيل عليكم، أبارك لكم سلفا في العرس الوطني القادم، وهو الانتخابات النيابية للمجلس 17، متمنيا لنا جميعا التوفيق بحمد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.